مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في يوم جديد وحلقه جديده من انبوكس على شاشه صدى البلد. طبعا زي ما احنا معودينكم النهارده معانا فقرات حلوه جدا ومختلفه وان شاء الله تعجبكم، لكن قبل اي حاجه طبعا لازم اسلم على الثنائي اللي دايما بيجنني فاروق وشريف. ازيكم؟ ازيك يا نور؟ عاملين ايه؟ اخبارك ايه؟ اروقه طبعا. شيكو عامل ايه؟ بيكو حبيبي، ايه الاخبار؟ اخباركم ايه؟ الحمد لله يا حبيبي. لا اللون الاسود النهارده تحفه. حكايه يعني غير يعني يا جماعه احنا مش متفقين والله العظيم، المواضيع دي بتيجي كده صدفه محدش هيصدقنا. وانا بقى عمال اضحك على الماتشنج اللي احنا فيه ده. والله لا بس حلو. عارفين ده معناه ايه؟ ربنا يستر عشان ده لون اسود. لا معناه ايه؟ خلاص بقى ربنا ولا حاجه، خلاص خلينا كويسين كده. هوب 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 الدنيا حلوه كده الحمد لله لغايه كده حلوه. الاسود دايما في يعني اناقه كده وألاجه وحاجه حلوه يعني في حاجه لايلو. يعني حاجه حلوه. طيب يعني النهارده معانا فقرات مختلفه وكمان طبعا يعني متنوعه كالعاده. النهارده هينورنا ان شاء الله يعني برضو في الفقره اللي قبل الاخيره يعني الدكتور شيماء عز الدين، وهي الاستاذ المساعد بقسم علوم الاتصال والاعلام بكليه الاداب جامعه عين شمس. ويمكن احنا هنا كنا من فتره اتكلمنا عليها هنا في البرنامج يعني بالاخص عن الطلاب، يمكن اللي هم كانوا بيكرموا بقى الاساتذه والدكاتره وبالاخص هي يعني اللي هي من الاخر كده ايه بيشكروها بشكل كان عظيم جدا. النهارده بقى تتكلم معانا عن ازاي ممكن الواحد يحدد كليته ويحدد كمان هدفه بعد ما يخلص ايه ثانوية عامة. عايز تخش ايه؟ خش كلية كذا. طب عايز تطلع ايه؟ ممكن تتوجه لكلية كذا. ان شاء الله يعني هيكون بقى كلام باستفاضة عن الموضوع ده ان شاء الله. طيب حلو قوي، خلينا بقى دلوقتي كده نتكلم عن يعني كده فقرة هتقدمها طبعا نوران، وهي الفقرة الفنية. وما ينفعش اي حد فينا يقدم الفقرة الفنية دي غير نوران، لان هي دايما ليها اسلوب كده راقي كده، هي يعني طبعا وتطلع اللي بتكون طالعه لنا بيها دايما دي بتكون مميزه جدا فيها. فاستنونا النهارده في الفقره الفنيه مع نوران عطله. شفت بقى انا ازاي سكت؟ عشان تعرف. عشان تعرف. الحمد لله الحمد لله والله ان الله حليم ستار. انا عايز كل الاخبار النهارده عن شيكو. نوران الاخبار الفنيه الاخبار الفنيه انا سايباكم تعيشوا عادي جدا، عيشوا حياتكم. جايين نفرح النهارده. هكتب لك قبل ما نمشي اخباري الاخر اخبار الفنيه. يا ريت تبقى تسيب لي بس خبرين عنك كده عشان احب طبعا ان انا اعلق عن النجم اللي معانا طبعا شريف بديع. الله يعني والمذيع المتالق طبعا. المهم خلينا نتكلم على طول على الفقرة الثانية، هو موضوع لطيف قوي ويمكن مثار جدل كده بين الرجالة والستات، وهو مين اللي بيعتذر أكتر، الستات ولا الرجالة؟ وهنستنى مداخلاتكم واتصالاتكم وتقولوا لنا رأيكم في الموضوع ده إيه، وهنشوف برضو آراء الشباب اللي معانا في الاستوديو رأيهم إيه في الموضوع ده. غاوية برضو إيه تجيب موضوعات. أنا رئيس والله الإعداد بيعزها يعني يجيب لها المواضيع اليوم اللي أنا وأنت موجودين فيه يا عيني يعني بتصفي ذنوبها هنا معانا على أنا بختارش حاجه على تختاري بقى. لا مش ده هو على تصفيه ذنوب على فكره بتاخدي حسنات. على فكره انا مش بصفي ذنوب، انتوا اللي بتكفروا لذنوبكم. الاعتراف بالحق فضيله. خلوها في الفقره ما تستعجلش، خلوها في الفقره. يلا لسه قدامنا وقت حلو يعني ايه نروق كده ونستعد ان شاء الله للفقره. انا حاسه يا فاروق ان الاسود عامل مشكله ما بيننا احنا النهارده. طيب فك الجو كده دلوقتي بقى نتكلم معاكم عن يمكن موضوع مهم جدا، وهو عن اليوم العالمي او بالاخص يعني الاحتفال باليوم العالمي باليوجا. يمكن الموضوع ده هو يعني في الاساس هندي او بالاخص يعني جاي من الهند، وكمان هو تم تنظيمه داخل القاهره يعني في حديقه الازهر، وكمان يعتبر يعني من الطقوس يعني او هو الطقس بالاخص هندي بالنسبه لهم، لان هم يعني معتادين عليه بشكل معين، سواء كان بقى يعني بشكل بقى هم مدخلينه في الطقوس الدينية عندهم بخلاف بقى ذلك، لكن هو احنا هنا عملنا اليوم ده. وبالاخص كمان كان متواجد فيه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبالاخص كمان برضو سيادة السفير برضو الهندي كانوا متواجدين في اليوم ده، وبعض من الشباب بقى ايه الجميل كده اللي قرروا يعملوا ايه مديتيشن. الله يا مديتيشن. حياتي تبقى حلوه يعني. دي نو مديتيشن عارف بصوت عادل امام، عارف انت اللي هو عارف انت حسسني قوي. طيب يعني ممكن نكون برضو يعني من ضمن الحاجات اللي اتكلم فيها دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان عن اهميه طبعا اليوجا، وان كل الناس ممكن يمارسوها
من غير ما يكون عندهم وقت كافي. يعني ممكن يكون معظم الناس بتقول لك انا ما عنديش وقت كافي ان انا ممكن العب رياضه او اي حاجه، او ان انا اقدر حتى يكون عندي اي نشاط من خلال اليوم من انشغالي من الشغل او الطريق او اي حاجه شبه كده. فالحلو في الموضوع ان انت تقدر تعمل ده اصلا في البيت، وان هي قد ايه بتكون مفيده فعلا للذهن وللاعصاب، تقدر ان هي تساعدك عن التخلص من الطاقه السلبيه. وده ممكن يكون كان من ابرز الكلام اللي قاله الدكتور اشرف صبحي. يمكن سفير الهندي اتكلم عن اهميه اليوجا في حياتنا، واتكلم ان هي كمان هديه الحضاره الهنديه للعالم كله، خصوصا ان هي بتعمل توازن ما بين الروح والذهن والجسد بشكل كبير جدا. وفعلا زي ما الشيف وفاروق قالوا ان هي بتساعد على تصفيه الذهن بشكل كبير جدا. ويمكن دكاتره كتير دلوقتي بداوا ينصحوا بممارسه اليوجا والميديتيشن بشكل كبير جدا لتصفيه الذهن، لانه يمكن بيطلع الطاقه السلبيه من الناس وبيخليهم يكتسبوا طاقه ايجابيه بشكل كبير جدا. كمان يمكن لو حبينا نتكلم عن تفاصيل اكتر انه ليه اختاروا اليوم العالمي لليوجا، انه ده اختارته الجمعيه العامه للامم المتحده في الدورة 69 لها سنة 2014، وده حصل بعد ما الهند تقدمت بالاقتراح ده وتبنته 177 دولة ومن بينهم طبعا مصر. عشان كده احنا دايما متعودين ان احنا بنحضر الفعاليات المهمة وبنغطيها ليكو، فيمكن كاميرا إنبوكس كانت حاضرة الإيفنت ده، نروح نشوفه ونرجع نكمل كلامنا معاكم. اليوم العالمي الثامن لليوجا، وبما إنها جزء لا يتجزأ من ثقافة التراث الهندي، أقامت السفارة الهندية فعالية هامة بحديقة الأزهر، ضمت العديد من محبي ممارسة اليوجا سواء صغار أو كبار. والله أنا سعيدنا وزارة الشباب والرياضة إن هي تشارك في اليوم العالمي لليوجا مع السفارة الهندية احتفالاً واحتفالاً بنوع من أنواع الرياضة الذهنية والجسدية والفسيولوجية يعني متعددة، يعني اللي هي تكون موجودة، غير احتفالنا طبعاً مع يعني دولة الهند. احنا كمان بنشجع كل انواع الرياضه في مصر، كل الاعمار. اليوجا بسيطه سهله يمكن ممارستها في كل مكان، لكن هي منتشره في مصر كتير بصفه خاصه في الانديه الصحيه، شفناها في الدراما المصريه قديما. يعني شيء كويس جدا يحصل تجمع كبير، انا شايف كان متوسطات سنيه يعني متعدده من سن صغير وسن مفتوح. In 2014 منذ عام 2014 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 يونيو من كل عام باعتبار اليوم العالمي لليوجا، وإحنا السنة اللي بنحتفل باليوم العالمي الثامن، وإحنا مبسوطين النهاردة أن اليوم العالمي بنحتفل به هنا في حديقة الأزهر بحضور حوالي يمكن 500 شخص من عشاق ومحبي اليوجا من جميع الأعمار هنا في مصر. يمكن استهلالا لهذا اليوم قمنا بعمل أو بتنظيم مجموعة أو سلسلة من الفعاليات المختلفة الخاصة باليوجا في مختلف محافظات مصر. بدأناها بمحافظة اسكندرية بمكتبة الاسكندريه يوم 12 يونيو، عقبها يوم 14 في مدينه شرم الشيخ في متحف شرم الشيخ، ثم بعد ذلك في الغردقه في يوم 16، وبعد ذلك انتقلنا الى الاقصر عن معبد الكرنك يوم 19 يونيو وصولا الى هذا اليوم. كل هذه الفعاليات انما تهدف الى الاحتفال باليوم العالمي لليوجا اللي احنا بصدده النهارده يوم 21/6. الناس دي موجوده هنا من الساعه 6:30 الصبح تقريبا، وجايه من يعني من مختلف أنحاء القاهرة، أعضاء كبيرة، أعمار سنية مختلفة، من سن يمكن 7 سنين لغاية 70 و75 سنة، رجال وسيدات. دايما بنشارك السفارة الهندية في اليوم دوت، وبنخاطب جميع الهيئات اللي معانا أو الخارجية إن هي تيجي تشارك في اليوم العالمي لليوجا. من 30 سنة أنا بمارس اليوجا، وعملت أساس لليوجا في نادي الشمس. احنا اكبر مجموعه، احنا حوالي 350 شخص، وطبعا هي بتاخد جميع الاعمار. الحقيقه اليوجا من الرياضات الجميله جدا، بعد ما ممارس اليوجا بحس ان انا عندي نشاط غير عادي.
انا استفدت كتير، وان هي رياضه ممتعه وبتحسن النفسيه وانه بتدينا طاقه يعني وكده، كمان بتربط بين العقل والجسد وانه بتدي ليونة وكده. استفدت طبعا اني عرفت عن اليوجا اكتر، وان هي رياضه روحانيه وبتساعد على الاسترخاء وتقوي عضلات الجسم وكده. النهارده استفدت يعني كام حركه انا اتعلمتهم هنا دلوقتي، ويعني الموضوع كان لطيف يعني بالنسبه لي. طبعا مفيده طبعا للجسم وبتنشط الجسم ومفيده طبعا للصحه بشكل عام يعني. بصراحه هو كان يوم حلو النهارده استفدنا كتير منه. انا اصلا عندي الام في العمود الفقري، فاستفدت حركات جديده النهارده، قدرت ان انا عملت استرتشات ليها، في مره عملت لها تقويات. اليوجا دي فادتني قوي النهارده، ان كان عندي توتر يعني، فاول ما عملت الحاجات راحت ظهري وعال وبتعال في راحه يعني اول ما عملت اليوجا. اليوجا من اول ما حبيتها بصراحه يعني، اول ما مارستها حلوه. لاقت اليوجا انتشارا عالميا، فأصبحت من أهم الأنماط الصحية بالعديد من البلدان، فكانت المنفذ الوحيد للكثير وقت جائحة كورونا، فهي الرفيق المفيد لأوقات الفراغ والعزلة. ويرجع ذلك لما تحمله من نمط حياة صحي يعمل على تحقيق التوافق بين الجسد والعقل والروح، وإيجاد أسلوب متكامل للصحة والسعادة. رضوى نبيل، إيم بوكس. بتفاجئوني مره واحده كده. بصوا، يمكن فعلا يعني انا شايف ان الشباب محتاج جدا للنوعيه دي من التدريبات، او بالاخص يعني اليوجا. ليه؟ لان احنا دايما عندنا مشكله كبيره شويه، ان احنا لما بنضغط شويه ما بنعرفش نفصل، ما بنعرفش ناخد قرار مظبوط. فاحنا محتاجين حاجه تعلمنا او حاجه نستفيد منها. شفنا اهو اعمار سنيه مختلفه، صغيرين وشباب وكبار ورجاله وولاد وبنات، يعني ما فيش فرقه خالص. اهم حاجه ازاي تعرف تخلي عقلك ودماغك تفضى في وقت معين، وازاي كمان تشحنها. احنا محتاجين كلنا نتشحن طاقه ايجابيه، بس يعني كفايه اخبار سلبيه في حياتنا، لان احنا برضو بشر غصب عننا بنتاثر. واللي يقول لك اصلا لا انا مش بتهز ومش بتاثر، مستحيل. في بقى غيرك بيتاثر جدا، وفي غيرك بيبقى تعبان جدا، وهيجي عليك وقت برضو خلي بالك استحالة هتفضل زي ما انت لو عملت فيها وحش الوحوش، استحالة. لازم يجي وقت عليك وتفرغ كل الطاقة السلبية اللي جواك، تعرف ازاي تكتسب طاقة ايجابية، وكمان صح. تعرف تعمل حاجة لنفسك تخليك يعني ما فيهاش مشكلة على صحتك ولا على دماغك، وربنا يعدها على خير. بس انا شايف الموضوع حلو قوي بجد. فكرة حلوة جدا. حلو جدا. وكمان اللي لفت نظري في التقرير ان هو يعني الايفنت ده مجمع جميع الاعمار السنيه، ما بين ناس كبيره ورجاله كبيره وستات وشباب واطفال كمان. ومهم قوي للاطفال ان هم يتعلموا رياضه اليوجا. مش لازم لما يكون في هموم الدنيا واحنا مضغوطين وكلنا طاقه سلبيه نبدا ندور على طريق ان احنا نتخلص من همومنا وضغوطنا وضغوط الحياه، سواء اللي بتاثر علينا نفسيا او جسديا، فنلجا لرياضه اليوجا. لا، حلو قوي ان احنا نعلم اطفالنا من صغرهم الهدوء وتصفيه الذهن، عشان يقدروا كمان يرتبوا حياتهم ويومهم، يعني نظامهم اليومي، سواء بقى لو بيدرسوا او ازاي يرتبوا مثلا يومهم في الرياضه، يوفقوا ما بين الدراسه والرياضه وما بين الاصحاب والاهل. فده حلو قوي. كمان اليوجا يمكن معروفه كده في الحضاره الهنديه ان هي بتعمل حاجة اسمها حب الذات، ان انت تحب نفسك. فلما هتحب نفسك وتهتم بذاتك الداخلي، ده هيخليك تحب اللي حواليك وتبقى شخص معطاء جدا ومنظم في حياتك. فحلو جدا ده، خصوصا هو اتعمل في حديقة الأزهر، ويمكن احنا شايفين كده خضرة ومنظر جميل وبديع كده. يا بديع. فلا بصراحة فعلا يعني ايفنت مهم جدا من السفارة الهندية، وتحية يعني لوزارة الشباب والرياضة ان هي ركزت كمان على الموضوع ده. طيب يا جماعة، لسه هنكمل بقية كلامنا بقى ايه، وكمان مناقشتنا. هنطلع معكم بقى الفاصل ونرجع تاني، خليكم معنا. طيب يا جماعة، يعني احنا جينا كده يعني الفقرة هي هتكون جدلية من الاخر، يعني خلينا كده نتكلم على ارض الواقع. هي اصلا بتقول ايه؟ ليه الستات بتعتذر اكتر من الرجالة؟ يعني هي بداية القصيدة يعني ما علينا. فهو الموضوع غريب جدا، فهل انتوا شايفين فعلا ان الستات ممكن تكون بتعتذر
اكتر من الرجاله ولا العكس صحيح؟ طبعا ده احنا هنعرفه من خلال مشاركتكم معانا باتصالاتكم، بس يعني خليني برضو اتكلم معاكم كده عن الموضوع يعني اللي بيتكلموا فيه. يعني سايكولوجيكال ساينس دي مجله يعني بتاكد ان فعلا الستات هي اللي بتعتذر اكتر من الرجاله، علشان طبعا هي بيكون عندها احساس اكتر وما بتغلطش خالص، ويعني والرجاله طبعا محتاجين ان هم يشتغلوا على نفسهم اكتر واكتر علشان نحاول ان احنا ايه مين اللي ما بتغلطش؟ ده لا ده الدراسه اللي بتقول مش انا، لا انا بتاكد والله، وانا بنقل ده هو لسه بيقول الدراسه ده، لا هو انا مش بتكلم انا بس فعلا الستات ما بتغلطش يعني نسبه الغلط عندها اقل. طب دي حاجه كويسه وحاجه وحشه بالنسبه لك؟ ده كده كده اصلا ده انا وفي الاخر بس كنت هقول عقبال الرجاله اللي بتذم. انا مش فاهم يعني انت عايزه ايه. لا انا لا اكمل، انا مش عايزه اكمل، انا خلصت. انت خلصت؟ دي حقيقه الستات عندها فعلا والله عندها فكره الاعتذار ده او مبدا الاعتذار ده موجود، ما عندهمش رفض خالص للمبدا او للموضوع، لان احنا بنبقى عارفين ان الاعتذار ده قوه وثقه بالنفس طبعا، فهي معروفه كده احترام طبعا اللي قدامها واحترام لنفسها، لان هي طالما غلطت بتقول انا اسفه، ده ما يقللش منها ولا من قيمتها ابدا. لكن اللي بينكر الاعتذار وبيحاول ان هو يتكبر على الموضوع ده بيبقى عنده قله ثقه بنفسه، سواء بقى ستات او رجاله. صح. انا مش بتكلم عن الرجاله ولا بقى سواء ستات او رجاله دي بصراحه، لان لا انا شايف الكلام ده يعني ما فيهوش نقاش تماما، هو فعلا صح الكلام ده، ان مفيش حد كبير على الاعتذار، واللي يحس ان هو يعني ايه انا ما ينفعش اعتذر عنده مشكله كبيره طبعا، سواء كان من الرجاله او من البنات والسيدات عادي جدا يعني. لكن هم قالوا ايه عشان برضو ما نظلمش الرجاله؟ قالوا ايه؟ قالوا يعني الرجاله البعض منهم ممكن ليه مش بيعتذر، علشان خاطر هو بيشوف او بيحس ان هو ما عملش شيء معين ممكن يعتذر عليه، هو مش واخد باله يعني ايه، هو مش قاصد ان هو ما يعتذرش، بس هو مش واخد باله ان هو عمل حاجه تضايق. بالظبط. هو قالوا كده. هل بقى الدراسه دي حقيقيه؟ لا مش حقيقيه. انت شايف ان هي حقيقيه؟ لا ما اوعى تقول حقيقيه. لا انا ما قلت لا مش حقيقيه. يعني انت يعني شايف ايه؟ مش فاهمه. شوف يعني مش فاهمه. يعني اقول لك على حاجه، هم بيقولوا ان الدراسه دي معموله للرجاله اكتر، ان هم ليه مش بيعتذروا كتير؟ عشان خاطر هم مش بيحسوا ان هم عملوا شيء غلط. بس ده الموضوع باختصار. مش موضوع مش بيحسوا برضو يعني، معلش رؤى غصب عن يعني المقصود اكتر ان هو يعني شايف ان هو ما عملش اي حاجه غلط، او هو مش واخد باله. يعني هو لو خد باله هيعتذر عادي جدا، ما فيش مشكله، لان برضو الاعتذار ده ليه علاقه كده بالرجوله والاصول وكل حاجه. والله العظيم. بس رؤى ايه رايك؟ طب انت شايف ايه؟ خلي الفقره بيني وبينك النهارده. يلا انت شايف الموضوع ايه؟ شايف ان مين ممكن لما بيغلط بيعتذر اسرع، الراجل ولا البنت او السيدات؟ بص انا يعني عايز اقول لك الرد الحقيقي، بس انا لما اقول الرد الحقيقي صوت هيجرح. نوران هيطلع دلوقتي هيجرح. صوت نوران هتقول لي بقى فكك بقى من الرد المثاليه. انا عارف الرد والله. قول. هي او ميار هيقولوا لي ايه؟ فكك بقى من الردود المثاليه. قول. انا مش عايزه. بص يا مش عارف ايه. طب انا هقول لك عشان نبقى متفقين، انا مش عايزه ردود دبلوماسيه خالص في الفقره دي. مش دبلوماسيه، اصل انا هقول لك مين اللي بيعتذر اكتر؟ الرجاله طبعا. اللي بيعتذر اكتر الرجاله اللي بيعتذروا. ايوه. وبيصالحوا. بصوا لا 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 الرجاله بتعتذر ولا الرجاله بتصالح. الرجاله بيعتذروا وبيصالحوا وبيدادوا وبيقعدوا يعني وبيصبروا يعني الصبر شويه ثلاثه وبيتحملوا حاجات كتير جدا عادي جدا. والله اسالني انا كوكب. بس انا كوكب الارض. لا كوكب الارض قاعدين في الارض مصر اهو. اي ابحاث او دراسات دور عليها هتلاقي انه الراجل هو اللي دايما بيعمل او بيختلق المشكله من البدايه. الراجل ممكن تبقى حاجه صغيره قد كده وتلاقيه هو كبرها. الراجل كبرها يا شيخ جدا. ممكن تبقى الست قاعده بتتكلم معاه وبتتناقش عادي جدا وعادي طبقه صوتها مش عاليه ولا حاجه، يقول لها وطي صوتك وانت بتتكلمي مثلا. يعني يسيب الموضوع المهم ازاي يقول لها ويجي وطي صوتك وانت بتتكلمي. صوتك يقول لها كده، يصغر لها كده. حلوه. لا حلوه اللقطه دي عجبتني. لا يعني شو اداء حلو. لا اداء شوف انا بتكلم فيهم بيطلعوني على الموضوع. لا ليه احنا بنفك الموضوع ده دليل احنا بنثبت على الهوا. عجبتني كم مره كده. معلش بعد اذنكم. بنثبت على الهوا ان الرجاله فرفوشه وان هو عادي ده على الهوا. وانا وانا بين الفاصل ايه اللي على الهوا؟ انت قدام الكاميرا. استنى فاروق، انا وانت بين الفاصل عملنا ايه؟ لحظه واحده لما لقيناها قاعده ساكته هي عملنا ايه؟ لحظه واحده بهدوء كده. هي شخصيتها الحقيقيه
مختلفة عن دلوقتي؟ لا بص انا اقول لك على حاجة، احنا شخصياتكم الحقيقية معايا في الشغل غير في بيوتكم، غير في حياتكم الشخصية. انا ما اعرفش انت بتعمل ايه في حياتك بس الشخصية، او شريف بيعمل ايه. شخصياتنا الطبيعية بتبان، لا بتبان في مواقف معينة، بتبان يعني بشكل واضح جدا مع بعض ومع الناس. انت لو في موقف بس هل انت بتعتذر على طول؟ بعتذر. ولا بتقعد تحور وتدور وتلف على الموضوع عشان تهرب من الموضوع؟ والله العظيم ثلاثة بعتذر عادي جدا، لو حاسس ان انا غلطت بعرف ان انا غلطت وبعتذر. عادي جدا، ما عنديش اي مشكله. هل بتبقى واخد بالك من فكره الغلط اللي انت غلطته ولا لازم حد يخليك تاخد بالك؟ لا طبعا بتاخد بالك. واخد بالي جدا. وعلى فكره ساعات الدراسه بتقول ان الرجاله ما بياخدوش بالهم من التفاصيل اصلا، وشايفين ان الحياه سهله وبسيطه، ما بيكبروش المواضيع، ولكن الستات بتركز في ادق التفاصيل عشان كده بتعتذر كتير. لا هم غلطوا، هم قصدهم، هم كانوا حاطين السيدات في الاول، فيسرى غيرتها حطت الرجال. فاروق هي المفروض كان الموضوع يبقى السيدات دلوقتي. انا هقول لها ليلى على التليفون. ليلى على التليفون. يا ليلى راجع لك انا بعد ليلى. الو ليلى ازيكم عاملين ايه؟ يا ليلى ازيك؟ الحمد لله. ابو المناقشه دي اكبر دليل ان فعلا الستات بتعتذر اكتر من الرجال، عشان الرجال مش بيعترفوا بحاجه. انتوا مش معترفين بالدراسه، عندهم حاله. يا ليلى بصي يا ليلى، بصي يا ليلى، بصي بصي انا هقول لك حاجه. انا دلوقتي لسه كنت قلت لها بعد ليلى، بس انت كده خليتيني اتكلم وانت بقى معانا على التليفون، فخليكي بقى سامعه الكلام. انت دلوقتي المناقشه دي بتقول ان اكبر دليل ان الرجاله هي انتوا قاعدين بتجادلوا ومش معترفين بالدراسه. حلو. هل الدراسه دي اولا يعني هي مش قولا واحدا، ما انا ممكن اروح برضو اجيب لكم دراسات تبين ان الرجاله نسمه، مفيش بعد كده عادي، الواحد مش هيغلب. والله العظيم الواحد مش هيغلب، اسمعيني بس، ما عندناش مشكلة، مش هيغلب عادي. انا ممكن اروح اكتب دراسة وانزلها باسم اي حد واروح اجيبها لكم. الموضوع مش صعب معانا. لا هي الدراسات دي فعلا يعني حقيقية وكل حاجة، انا مش قصدي ان هي مش حقيقية. الفكرة يا شيكو في ايه؟ الفكرة ان احنا يعني دايما كل حاجة نروح رامينها على الرجالة، رامينها على يا جدعان. ده حقيقي يا جماعة، بتستعملوا مشاكل كتير قوي. طب نعرف رأيها، قولي لنا رأيك انت ايه. ايوه هما بيعملوا مشاكل كتير قوي. وايه تاني؟ استنى استنى، مش معاك قلم اكتب وراها. وايه تاني؟ ايه تاني يا لا انتوا ما بتعتذروش، ما بتهتموش ان انتوا تعتذروا. ليه بس يا ليلى؟ في حاله كبرياء كده عندهم، صح؟ ان هم يعني ليه اعتذر، انا اصلا مش غلطان. ايوه بيقولوا وبيقولوا وطي صوتك. هو يعتذر. ايوه بيقولوا يعني وطي صوتك بنفس الصباع، صح؟ يعني وطي صوتك وانت بتتكلمي. انا بقى الجمله دي بتنرفزني جدا. طب ما هو صوت عليه فعلا يا نوران دلوقتي. شفتي مركزين معاكي ومش مركزين معايا؟ لا طبعا احنا على الهوا وزميلتنا. بص يا ليلى، ليلى بجد يا ليلى، بتاعي قدام كاميراتي وعادي. ليلى بجد، لا بجد انت ممكن تعتذري بسهوله، يعني لو عملتي حاجه وانت عارفه انك غلطانه فيها ممكن عادي جدا بتعتذري ولا لا؟ جدا. ده انا بقول انا اسفه معلش حقك عليا والنبي ما تتضايقش مني، يعني مش بس بقى ده بيبقى فيه سيل من الاعتذارات. لا اقول لك على حاجه يا ليلى، هي كلمه واحده حصل خير. ده لو قالوها اصلا. لا انت تقوليها، ما تقوليش اكتر من كده، حصل خير. طب ليلى هقول لك حاجه، ثانيه واحده بس. طب ثانيه واحده، انا هقول لك حاجه يا ليلى، اخد رايك فيها. قول حاجه دلوقتي. انا ممكن يكون معايا الحق ورد فعلي حسيته ان هو كبير شويه على الحركه اللي ضايقتني مثلا من البنت مثلا. خلاص؟ انا ممكن احس ان رد فعلي ده كان قوي مع ان انا معايا الحق، يعني كنت مثلا بعد ما هديت مثلا احس ان انا كان رد فعلي ده مثلا قوي، ممكن اروح اعتذر مع ان انا رد فعلي كان مشروع، بس ممكن ساعتها اروح اعتذر علشان احس ان الموضوع ما كانش ما 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 مستدعي ان انا اوصل لكل ده. برافو، ربنا يكتر من امثالك يا استاذ. مش لا والله انا مش بقول كده عشان اتضرب بالمثل، انا بقول لك ان احنا كرجاله ممكن والله العظيم نعرف ان احنا نعتذر من غير ما نحس ان احنا لا ده انا سببت مشكله. انا ممكن بس اعتذر. ايه ده؟ احنا بعد الهوا مش هكمل كلام يا ليلى، خلاص انا مش هكمل كلام والله. بعد الهوا هنروح كلنا برابط المعلم مدينه الانتاج وناخدك انت وكله ونحطكم في متحف كده. انتوا ناس كده نادره يا ليلى. كتر خيرك يا ليلى والله، كتر خيرك، كتر خيرك يا ليلى. يعني شكرا ليك يا ليلى، يعني كفيتي وفيتي والله. الموضوع بصوا، لا احنا مش هنسكت. والله طيب مش هنسكت، نطلع على فاصل ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا استنونا، لسه الكلام لسه ما خلصش. ها نوران يلا بينا. يلا ضيفتنا
اللي منورانا ومشرفانا في الفقرة دي هي فعلا نموذج مشرف جدا للأسد والدكاترة اللي ممكن يحببوا الطلبة في الدراسة وفي الكلية وفي العملية التعليمية كلها، لدرجة ان في كده علاقة حب واحترام وتقدير نشأت ما بين الطلبة وما بين الدكتورة من كتر ما هي قد ايه بتقدر الطلبة مش على المستوى التعليمي بس ولكن على المستوى الشخصي. وعشان الطلبة يعبروا عن حبهم وتقديرهم وتكريمهم للدكتورة دي عملوا لها ممر شرفي ليها تكريما لقد ايه هي بتأثر فيهم بشكل ايجابي، وقد ايه هم لما بيلاقوا دكتور يفتح قلبه ليهم ويسمعهم سواء على المستوى الشخصي او المستوى التعليمي والدراسي قد ايه ممكن يتلفوا حواليه ويحبوه ويقدموا له كل الحب والتقدير. ويمكن احنا الاسبوع اللي فات فعلا ناقشنا الموضوع ده مع احد الطلاب اللي عملوا الممر الشرفي للدكتورة اللي منورانا. كمان دكتورتنا اللي انا لسه يعني حابه اتكلم عليها اكتر قبل ما نرحب بيها هي هتعلمنا او هتفهمنا ازاي ممكن الطلبة يستغلوا فترة الجامعة بان هم يعملوا او يشتغلوا على نفسهم عشان يبقوا مستعدين للدخول في سوق العمل، وازاي كمان يبدأوا يختاروا اصلا الكلية وهم في فترة الثانوية العامة بما ان دلوقتي فترة امتحانات للثانوية العامة. وطبعا نتمنى لكل الطلبة النجاح والتوفيق. منورانا الدكتورة الجميلة جدا دكتور شيماء عز الدين، أستاذ مساعد بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الأداب جامعة عين شمس. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك، منورانا جدا. المقدمة رائعة دي، بشكر حضرتك. لا أنت تستاهلي أكتر من كده فعلا. تسلمي تسلمي يا رب. لك يا دكتور طبعا منورانا ومتشرفين بوجودك معنا. أنا الشرف ليا وأنا سعيدة جدا بجد، شكرا. ربنا يخليكي. خلينا طيب نتكلم معاكي كده عن الممر الشرفي الجميل اللي اتعمل لحضرتك ورد فعل الطلاب، حسيتي بإيه من خلال الممر الشرفي ده؟ هل كنت متوقعة حاجة زي دي ولا لا؟ الحقيقة كان إحساس جميل جدا، أنا ما كنتش أعرف وكانت أحلى مفاجأة. كان يوم عادي كنترول وكان في امتحانات، وبعد كده فضلوا ينزلوني، عايزين ينزلوني الحرم الجماعي بأكتر من حجة، بس في حاجة تحت معلش سريعا، طب جماعة عندي كنترول فوق هنزل على طول والكلام ده. فوجئت بعد كده ان صاحبة الفكرة هي نورة الغندور مع مساعدة زميلة يعني في قسم الإعلام سنة رابعة، بتقولي تعالي بس يا دكتور اتفضلي. لقيت بقى الطلبة واقفين لي ممر شرفي بطول كده كلية الإعلام حرف ال، ايوه بالظبط. فكان شيء جميل قوي وفرحت بيه قوي قوي، ما كانش حاجة متوقعة ابدا. يعني عمر انا بعمل ده رسالة انا بأديها دايما، يعني مش مستنية حاجة، بس ان هم تتعمل حاجة زي كده فكانت شرف ليا قوي وحاجة تسعدني. فكانت احساس جميل قوي قوي وكانت مفاجأة جميلة، وقد ايه انا اضافت ليا في رصيدي يعني بجد. فكانت حاجه حلوه قوي. دكتور شيماء، لما بنشوف طريقتك في التعامل مع الطلبه على المستوى الشخصي والانساني مش بس المستوى التعليمي، يمكن بنقارن الحاله الجميله دي بحالات تانية كتير يمكن دكاتره بيتعاملوا مع الطلبه على فكره ان هو واصي عليهم وانه الحياه مش سهله وانت لازم تعدي من مادتي باعجوبه، لانك مثلا ممكن تكون مره حد مش مركز، حد بيضحك، حد اتاخر عن المحاضره. فهنا بتنشأ علاقة كده فيها جفاء ما بين الدكتور وما بين الطالب، لدرجة انه ممكن المادة دي ما يحبش يحضرها او ما يحبش اصلا لما يتخرج يشتغل في المجال ده، لمجرد ان الدكاترة عقدوا مثلا للطلبة في الموضوع ده. شايفة انه الغالبية العظمى في العمليات التعليمية الدكاترة اللي بتحبب الطلبة فعلا في الموضوع، ولا لسه احنا الموضوع ده مستجد علينا كده يعني ومش متعودين عليه؟ هي الموضوع دوت فيه شقين، شق الطالب والأستاذ الجامعي نفسه. كل واحد عليه عامل ومسؤولية. يعني أنا من خلال خبرتي 16 سنة تقريبا بدي من وأنا معيدة، قابلت طلبة كتير وقابلت نماذج كتير من الطلبة، في اللي عايز يفهم واللي عايز يجتهد، وفي اللي مطنش خالص ومش عايز يحضر ولا يعمل أي حاجة. فأنا زي ما هم عليهم مسؤولية الحضور وإن هم يستمعوا للمحاضرات ويحضروا ويلتزموا، أنا كمان عليا مسؤولية، مسؤولية إن أنا أولاً أبسط المادة العلمية، أحببهم في المادة، لأني عارفة حضرتك برضو القسم الإعلام في مواد عملية. أيوة. الطالب داخل ما درست إعلام قبل كده في أي حتة، فهو لازم أنا أعلمه وأفهمه من الأول يعني إيه إعلام، تقف إزاي قدام الكاميرا، تتصرف إزاي. صح. فكل دي مواقف هو لازم يتعلمها. فأنا لو ما كنتش عندي المرونة وإن أنا أقدر أوصل المعلومة ببساطة وبحب في الاول وفي الاخر اكيد مش هيتقبلها مني. فبالنسبه للنماذج، لا، في نماذج كويسه كتيره وموجوده، بس انا شايفه ان هي زي ما قلت قبل كده ان هي مسؤوليه مشتركه. الطالب يلتزم والدكتور يدي اللي عنده، فعشان كده ما لهاش علاقه بطرف غير التاني، هما الاثنين مع بعض. حلو. طيب دكتور شيماء، انا هاخد من كلامك دلوقتي وخليني اعرف منك، هل المعامله بين المعيد او الاستاذ او الدكتور وبين الطالب لازم تكون رسميه معظم الوقت او في اغلب الوقت او دايما، ولا ممكن تكون لا فيها ود وممكن بنكون بنخش في
مشاكل بعض اللي بتواجهنا بره الكليه حتى لو مشاكل شخصيه ويكون قريب من الطالب. طبعا. شايفه انهي كفه اللي المفروض تكون فعلا مطبقه من خلال تجربتك اللي انت بتقولي ان انت بقالك اكتر من سنه 16 سنه 16 سنه دراسه فاكيد عندك خبره كافيه تقدري تفيدينا بيها. هو فعلا عايز اقول لحضرتك هي المساله زي معادله كده، لازم يكون في رسميه في التعامل باحترام، نقدر بعضنا، مفيش طالب يتجاوز، مفيش اي حاجه فيها تعدي على الدكتور او على زمايله في المحاضره، وفي نفس الوقت فيها حب وود. فهي معادله صعبه، مش اي حد يعني هي شعره ما بين الاحترام والتقدير وما بين فكره انه انا برضو الدكتوره بتاعتك وانت بالزبط. لازم تسمع كلامي بالظبط. يعني انا الحمد لله اكتر من حد بيقول ان انا قريبه منهم حتى في التعامل، وبحس ان هم اخواتي واصحابي وحبايبي. انا عايز اقول لحضرتك الدفعه ديت انا اصلا اديتها مره في سنه اولى ومره في سنه رابعه، بس هي. الحمد لله يعني في ذكرى ما بيننا كويسه طول الاربع سنين. فاظن الحمد لله ده متحقق في ان هي الشعره زي ما حضرتك قلتي البسيطه اللي هي ما بين الاحترام والود والتقدير، وفي نفس الوقت الـ الـ الود والموده والحب. واني انا برده دايما بقول ايه، ان الدكتور الجامعي هيدي الماده، الطالب هيتخرج تمام صح. لو ما كانش فاكر للدكتور الذكرى كويسه، ما كانش فاكر اللين في التعامل صح. اكيد الماده هتترمي والكتاب هيترمي، الامتحان هيتنسي، مش هيفتكرها اصلا بعد ما يتخرج بالظبط. طيب. لكن هيفضل فاكر الذكرى كويسه. حته المشاكل اللي ممكن يكون اي طالب ممكن يكون عنده ظروف في البيت، ظروف اجتماعيه ماديه اي ظروف، هل شايفه ان ده ممكن يكون فعلا جزء من علاقه بين الطالب والدكتور؟ طبعا طبعا. عايز اقول لحضرتك كل واحد بيمر بظروف اكيد، فانا ممكن اقع في ظروف، اي حد يقع في ظروف صح. فلازم نراعي بعض. يعني الطالب دوت في ظروف صعبه، حضرتك عارف دلوقتي في ناس بتشتغل وهي بتدرس، في ناس بتكافح في الحياه، فلازم الواحد يراعيهم. فقد ايه كل ما يكون في مراعاه في كل حاجه، طبعا بحدود، يعني مثلا لو في تسليمات بالزبط. تتسلم، لو في وقت معين ديدلاين يتعمل، ولكن طبعا بشكل عام لو في مرونه في التعامل، او في اقدر يبقى في سنه مرونه في التسليمات او في التكليفات المطلوبه ممكن اعملها، لكن طبعا بحدود عشان ما يبقاش فيه عدم يعني زاد عن حد. بالظبط. يعني هي عارف هي كل حاجه وسط، كل حاجه تبقى وسط بالظبط. انا عندي اسئله كتير قوي يا دكتور. يعني اول حاجه، هل حضرتك مثلا عارفه اسامي كل الطلبه، حالتهم النفسيه مثلا لما حد يكون بيمر بازمه بمشكله ممكن تاخديه على جنب كده وتتكلمي معاه وتديله خبره ممكن باعتبار اختهم الكبيره؟ الحمد لله. دي حاجه. تاني حاجه، مثلا هل الاساينمنتس الابحاث بتسهلي عليهم الدنيا في الوقت؟ اصل احنا انا اعلام برضو، بس انا كان عندي شويه كده تجارب انه فكره انه لازم اسلم البحث في ميعاده، اما كده هخسر ال 20 درجه بتاعت اعمال السنه. يعني كان في شويه قواعد صارمه المعيد كان بيفرضها على الطالب حتى لو الدكتور لا يدري بيها. فقولي لي كده، بتتعاملي ازاي بالمرونه دي مع الطلبه؟ هو الحمد لله بعد توفيق ربنا، هي المرونه دي جت ازاي؟ جت ان هم هم اللي حاسين ان انا قريبه منهم الحمد لله. من التعامل بيجي مثلا طالب يشتكي لي انا عندي مشكله معينه احلها ازاي، على قد ما اقدر بقعد معاه وبكلمه وبحاول احلها له لو في ايدي حاجه، لو مش في ايدي حاجه بحاول اقول له روح للشخص المختص هو اللي يحلها لك. بالنسبه لحته ان انا حافظ الاسامي، انا عارفاهم شكلا وبقلبي اكتر كمان من الاسم، يعني انا بحبهم جدا، ومش هم بس كل الدفعات. لكن لو حد جه يتكلم معاكي مش بتقولي له لا خالص، بتقعدي تديله وقتك. بديله وقتي على قد ما اقدر. يعني حد مثلا بيسالني على الماسنجر او على الفيسبوك بقدر ان انا اتواصل معاه، بقدر اديله خبرتي في اللي هو عايزه على قد ما اقدر يعني. لكن اكيد دوت بيبقى فيه ذكرى كويسه بيسيبها للطالب ان الدكتور ده في يوم من الايام ساعده. يعني الحمد لله في اكتر من حد كان يقول لي من دفعات قديمه وانا حتى معيده او مدرسه مساعد يقول لي احنا فاكرين لك ساعه ما كان بابا كان تعبان وانت رعتينا في الجزئيه ديت. فدي شيء جميل قوي بعد السنين الطويله دي ان الطالب بيفتكر المعروف اللي عمل فيه الاستاذ او اللي عمل الاستاذ في التسليمات. معلش التسليمات عشان مهمه قوي، عشان انا احكي لك موقف دلوقتي عدى عليا. يمكن انا كنت يعني في اعلام، كان عندي كنت لازم اعمل عمليه، وقلت للدكتور مش هينفع اعمل عمليه، لازم احضر بكره المحاضره لان المعيده صعبه قوي وهتخسرني اعمال السنه. فقال لي ما ينفعش، فكان ده جزء من الخوف. هيك فاكره لغايه دلوقتي ان هي حاجه صعبه قوي. طبعا حاجه صعبه. لا هو الحقيقه انا التسليمات انا في موادي حاليا ما فيش اعمال سنه قوي، فمعظم الحضور على اللي عايز يحضر بيحضر، ما بجبرش حد على الحضور خالص، ما فيش اي تسليمات غير حاجات بسيطه قوي. اما كنت بقى معيده ومدرسه مساعد من كام سنه، القسم مثلا بيحط لنا ديدلاين، يا جماعه احنا هنسلم مشروع التخرج في الوقت ده. فانا بحاول اجري معاهم وبيداي واسناني احاول اخليه في مرونه، وفي نفس الوقت يا جماعه عشان الوقت بتاعنا. طب لو قدر حصل دروب او مشكله انا ببقى متحمله بقى قدام القسم، وبحاول ان انا يكون في حل للمشكله قبل ما يحصل، يعني تعدي للديدلاين في المطلوب. طيب قولي لنا انت شخصيا، هل ده ممكن يكون حصل معاكي ايام ما كنت طالبه وبتتعاملي مع الدكاتره بتوعك، كان في حد
ويكون بيتعامل معاكي زي ما انت بتعاملي مع الطلبه، ولا الموضوع ده برضو يعني جه منين او كان ايه سببه؟ لا والحقيقه بصراحه في قسم الاعلام استاذتي حتى من المعيدين والمدرسين المساعدين ساعتها ما كنت طالبه برضو في مشروع التخرج كان في مشاكل كتيره، وكان في برضو حاجات كده عقبات بتقف قدامنا كطلبه. الحقيقه ما اتذكر يعني اساتذتي سهلوا لي الدنيا وبدينا ان احنا يعني في مرونه في التعامل، فده خلينا اقول انا مش هصعبه على حد عشان انا كنت في يوم من الايام زيهم وقريب جدا يعني ما فيش فرق كبير بيني وبينهم، فليه اصعبه عليهم؟ صح. فالحمد لله ده اللي كون شويه ان انا عايزه اساعد الناس في نفس الوقت انا كنت في يوم من الايام زيكم، فانا مش هيبقى عندي مشكله بالظبط كده، عندي مشكله اكيد انا عندي مشكله فلازم مش هخلي قدامي عنده مشكله هو كمان، احاول اسهل له الدنيا، فعشان كده ده الحمد لله اثر فيا قوي. حلو قوي. طيب نروح بقى يا دكتور للموضوع المهم اللي هو دايما بيحتار فيه طلبه الثانويه العامه، هو فكره ازاي اختار كليه واختارها بناء على التقدير وانها كليه قمه زي ما احنا بنصنفها هنا في المجتمع بتاعنا، ولا يختار حسب ان هو حابب حاجه معينه برغم من ضغوطات مثلا الاهل انه عايز يخش كليه معينه عشان خساره التقدير او الرقم او المجموع اللي هو جايبه. بالظبط. تنصحيهم بايه؟ ممكن بس احكي قصه ملهمه كده سريعه. انا كان انا كنت علمي علوم في الثانيه ثانوي، والمفروض انا في ثالثه ثانوي هكمل فيزياء وعايزه طب، بصراحه كنت عايزه طب جدا يعني عايزه ابقى دكتوره بطريقه يعني كبيره قوي، فربنا اراد جبت 86%. 86 دوت في علمي علوم ما يجيبش حاجه خالص، لا طب ولا صيدله ولا هيجيب كليه قمه من اللي انا كنت عايزاها، وده برضو من الصورة الذهنية قبل ما تدخلوا الثانوية يا جماعة مجموعة لازم تجيب مجموعة تسعينات فيما فوق، لان انتوا مش هتلاقوا اكتر كليات هتجيب اقل من كده. طبعا انا اتصدمت ازاي انا بقى اللي حاطين عليا امال هبقى دكتورة وهبقى جايبة 86 فمش هينفع، فحولت ادبي. طبعا انا رايحة احول ادبي، انا فاكرة اليوم ده كنت حزينة حزن كبير جدا وحاسة بالعار، انت ادبي ادبي ما بيذاكروش ادبي دول مش نافعين وهكذا. لا انا كنت ادبي على فكرة. ايوه ما انا ادبي خلاص كلنا ادبي. ايوه دي الصورة، عارفة ادبي لحضراتكم دي الصورة الذهنية عن الادبي يعني برضو ده من ضمن الحاجات المجتمعات اللي في المجتمع بتاعنا المغلوط. ايوه بالظبط. انا لما جيت حولت ادبي لقيت الوضع مختلف تماما، ناس محترمة ناس بتذاكر. القمة هي الكلية اللي انا ادخل فيها، حتى لو هي مش قمة بس انا بقيت قمة بدراستي وشغلي واجتهادي. فعشان كده انا بنصح الثانوية العامة كلهم ذاكروا يعملوا عليكم والباقي على الله، يعني انتوا عملتوا عليكم ذاكرتوا خلاص. طب الحمد لله اتمنى لكم كل الخير ويجي لكم كل اللي انتوا عايزينها. طب لا قدر الله لو ما جاتش مش نهاية العالم، انا لما دخلت اداب ما كنتش عايزة غير ألسن او اداب انجليزي، لكن مجموعي ما جابش غير اداب اعلام وكان باكتساح مجموع كبير في اداب اعلام، فدخلتها والحمد لله حبيتها وتميزت فيها. طبعا طلعت الاولى على الدفعه عشان ابقى معيده وابقى معاكم النهارده، فالحمد لله لولا ان انا كل مريت بيه ده خلال كام سنه فاتت ما كنتش ابقى معاكم النهارده، واللي انا وصلته ده راضي عنه جدا. يعني الطالب يختار الكليه اللي هو حابب يدرسها مش عشان مجموعه او ضغوط الاهل اللي عليه. بالظبط. وممكن يبقى كليه عاديه جدا مجموعه قليل لكن هو يتميز فيها ويبقى حاجه كبيره. واسمع كتير من الاثرياء يعني ممكن ما اعرفش انت ممكن تشاركيني الراي في حاجه زي دي ولا لا، بس انا بشوف ان كان دايما عندنا يعني المعتقدات لا انت لازم تخش كذا انت تخش كذا، ومع مرور الوقت بقى معظمنا 80% من البلد دلوقتي بقت شغاله عكس شهادتها، لان هو يا مش لاقي فرصه في مجاله اللي هو كان بيحبه يا الا هو درس حاجه علشان كان اهله عايزين وفي الاخر هو راح اشتغل اللي هو اللي هو عايزه، يا الا بيجي في النص يضيع سنتين من عمره ويعمل كارير شيفت بقى ويروح دراسه ثانيه. فده يعني ده فعلا بيكون احد الاسباب. انا مع حضرتك جدا يعني لازم الواحد بجد يشوف هو عايز ايه، واكيد ربنا بيعمل الخير في كل الاحوال، فهو لو ما دخلش كليه اللي هو عايزها ممكن زي ما حضرتك قلت يعمل كارير شيفت او يعمل ينوي نفسه في الكورسات والحاجات المتطلبات سوق العمل اللي هو عايزها ويبقى احسن من اي حد دخل كليه قمه. ده رايي يعني يا دكتور. لو دلوقتي مثلا شخص نفسه ان هو يدخل كليه معينه لكن للاسف مجموعه في الثانويه العامه ما جابوش ان هو يدخل الكليه دي، تنصحيه ان هو ياخد كورسات ليها علاقه بالمجال اللي نفسه كان نفسه يدرسه؟ بالظبط ده لازم يقوي نفسه. انا بنصح حتى الطلبه بشكل عام حتى لو داخلين المجال اللي بيحبوه لازم يطوروا نفسهم، ما ينفعش يقف عند بس المحاضرات والسكاشن وانتهى. يطور نفسه ازاي بقى في حاجات كتير مثلا؟ عايز اقول لحضرتك الانترنت دلوقتي بقى مالي الدنيا، يعني كان زمان على ايامي ما كانش فيه انترنت بالشكل الرهيب ده، كنا بنبقى صعوبه في الماده العلميه ما نلاقيها، ما كانش فيه حاجات اونلاين كتيره. دلوقتي الدنيا مفتوحه زي الكورسات الاونلاين وكده غير المراكز اللي بتتراح او طبعا أي حاجة بعد كورونا حضرتك ناس كتيره اتقلبت اونلاين. فطبعا اما انا اقعد اخد كورس اونلاين بيفيدني ممكن من غير ما اكلف نفسي مجهود انا اروح واجي، لا وانا قاعد في بيتي قدام جهاز الكمبيوتر او الموبايل اقدر اعمل كل حاجه. فالمجال بقى سهل جدا، الموضوع بقى سهل، ياخد كورسات ينمي نفسه حتى لو الدراسه بتديه دوت هو ينمي نفسه في المجال اللي هو حبه واللي عايز يكمل فيه. انا بنصحهم دايما باللغات وبالاي تي، حاجه ليها علاقه بالجرافيك والموشن الحاجات اللي هي الجديده ديت اللي هي الاي تي الجديده، اللي ده الاهم شيء
ده دلوقتي هو اللي ماشي صراحه. طيب احنا دلوقتي لو هنقول عدينا خلاص مراحل الجامعه وكل واحد دخل الجامعه اللي ربنا كاتبها له وكل حاجه، اي طالب في سنه اولى المفروض دلوقتي يركز على ايه؟ لان احنا دلوقتي خلاص احنا دلوقتي يعتبر في اجازه الصيف بالزبط. ومعظم الناس شويه تشوف بقى التنسيق وتشوف هيجي لهم ايه والحاجات دي كلها. هنقول دلوقتي ان احنا ممكن نبعت لهم رساله دلوقتي من خلال حضرتك، فممكن يكون هو داخل سنه اولى ايه الحاجات اللي يركز عليها؟ يركز على مستقبله جدا، اللي هو يحط قدامه هدف عايز يحققه، ما يسمعش كلام المحبطين. ياما كلام بيتقال بيوقع الناس. هو اول حاجه ركز على اكتر من الكلام عامه طبعا يعني. طبعا وكلامه هو ممكن يكون اصلا مش حابب الكليه فيلاقي حد يحبطه اكتر. لو كنت نفعت كنت دخلت الكليه اللي انت عايزها. لا انا شايف ان ربنا بيعمل خير، بس احنا ما نبقاش عارفين فين خير دلوقتي. فانا نصيحه لكل طالب لسنه اولى حتى الرابعه اللي اتخرج، يشتغل على نفسه، يشتغل يطور نفسه، لازم يبقى احسن حد في المجال، ما ييأس من اول محاوله. يعني انا بقول لهم الشغل مثلا في المجال بيبقى صعب شويه، لا لازم اللي يشتغل في مجالات الاعلام الكبيره والمتطوره ما بقاش من اول مره، لا ده تعب ووقع وكمل وقام تاني وهكذا. لازم يشتغل على نفسه وما يحبطش، الطريق لسه طويل. تنصحيهم في فتره الصيف مثلا ما بين سنه اولى وثانيه وكده ان هم ينزلوا يتدربوا في شركات او في مجالهم او يشتغلوا، ولا ان هم يعني يدوا وقتهم كده في الراحه وفي ان هم يعني ياخدوا اجازه الصيف دي يعني كده زي بريك وكده يبداوا يركزوا بعد التخرج؟ يعني تنصحي الطلبه بايه؟ انا هقول نصيحه انا نفسي ما بعملهاش للاسف، بس مش عايزه حد يعملها يعني، يعني عايزه ناس احسن مني بكتير. انا كنت باخد كل حاجه على اعصابي، وكنت باخد مثلا لو في اجازه ببقى شايله همها جدا هعمل ايه في السنه اللي بعديها. فانا رايي خليه مرن، يعمل ايه ما بين النص الاولاني من الاجازه مثلا، يريح ياخد بريك من الدراسه وصعوبتها، والنص التاني يبدا يشتغل ويدور على حاجه تفيده، كورس تدريب في مجله في جريده في شركه زي ما حضرتك قلتي، ده مهم جدا. بس ما يسيبش نفسه لان المجال الاعلام زي ما حضراتكم عارفين متطور جدا، فلازم مش هيقف، لازم يبقى في تطور جامد يعني. دكتوره شماء يعني احنا للاسف وقتنا جري معاكي، مبسوطين جدا وشرفنا بوجودك بيكي جدا وفعلا يعني في احساس بالفخر كبير يعني ان يعني يا رب ربنا يكتر من امثال حضرتك يا رب. وفعلا كل اللي زي حضرتك مهمين جدا يكونوا في الجامعات وان هم يحببوا فعلا الطلبه في المواد الدراسيه حتى علشان مستقبل البلد والشغل يعني عامه والمجال، لان اي حد بيخرج للسوق الدنيا ما بتكونش يعني بامبي بالنسبه له زي ما احنا بنقولها كده يعني، بالنسبه له لازم يكون عارف هيقابل ايه. شكرا ليكي وشرفتينا ومشكوره جدا لاستضافتك. شكرا ليكي. لسه مكملين معاكم باقي فقراتنا، نطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم على طول مع الفقره الفنيه مع نوران عطله. تابعونا. ورجعنا لكم من جديد، ودلوقتي جه ميعاد الفقرة الفنية الأسبوعية اللي هنعرض لكم فيها أهم الأخبار الفنية على مدار الأسبوع في مصر والوطن العربي والعالم. يمكن خلال الأيام اللي فاتت سمعنا عن كم كبير من الحوادث وجرائم القتل واللي تحولت للأسف لقضايا رأي عام، وعدد كبير من الفنانين في مصر والوطن العربي علقوا عليها. لكن وسط كل التعليقات دي يعني اللي بتعبر عن الغضب والضيق والخوف من كتر الجرائم، كان في تعليق مختلف جدا من الفنان صلاح عبد الله، طبعا الفنان القدير، كتب على حسابه الشخصي على مواقع فيسبوك، قال ايه؟ خدوا دي من راجل عدى 60 7.5. معظم الحوادث والأحداث الشاذة اللي بتحصل دلوقتي وغرقتنا في الحزن والاكتئاب كمان، وحسستنا إن إحنا في غاية في غابة ملهاش أمان، كانت بتحصل زمان، بس زمان ما كانش فيه سوشيال ميديا بس كده. نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان هاني شاكر، لا هاني هو نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، أصدرت بيان رسمي ترد فيه على الشائعات الأخيرة اللي طلعت على الفنانة أمال ماهر خلال الأيام اللي فاتت. ويمكن الموضوع ده قعد فترة ترند على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا وكل الناس بتتساءل عن أمال ماهر. وقالت النقابة في بيان يوم الخميس إنها تواصلت مع أسرة الفنانة وأكدت عدم صحة الشائعات تماما، ووضحوا إن النجمة أمال ماهر تعيش حياة هادئة بين أسرتها. وأكدت النقابة كمان أنها لم تكن نقابة المهن بعيدة عن أي من أعضائها في سراء أو ضراء، وأنها دائما سند لكل أعضائها. يمكن بعد 36 يوم من عرض فيلم فارس في السينمات،
تم رفعه من جميع دور العرض بسبب إيراداته الضعيفة من بداية عرضه يوم 18 مايو. وصلت إيرادات الفيلم يوم الأربعاء اللي فات لحوالي 421,000 جنيه، وده أدى لرفعه من السينما، ووصلت إجمالي إيرادات الفيلم الشهر اللي فات ل 739,630 جنيه، وده نقلا عن البيان الصادر من شركة دولار فيلم للتوزيع. الإيرادات وصلت ل 421 جنيه عفوا. فيلم فارس يمكن في مجموعة من النجوم، وهم أحمد زاهر، حسين فهمي، إيمان العاصي، عابد عناني، ملك زاهر، منة فضالي، وأحمد صفوت، وغيرهم من الفنانين. الفيلم من تأليف حسام موسى وإخراج رؤوف عبد العزيز، وهو أول بطولة مطلقة للفنان أحمد زاهر. الفنانة السورية رغدة أعلنت من خلال حسابها الرسمي على السوشيال ميديا أنها مقيمة في أحد المدن الساحلية بعيدة عن العاصمة ودوشتها، وأنها بتعيش حالة من السلام النفسي. ويمكن كتبت رغدة، قالت: سنتين بالتمام والكمال، خاصمت المدن وتصالحت مع البحر وما فيه والطيور، ورفقت الحيوانات الأليفة، لا أحد معي في خلوة السنتين إلا الله وكتابه الكريم وكتب أخرى كثيرة في شتى مجالات القراءة، وكذلك أعدت قراءة نفسي فوجدتني قادرة على التسامح والعفو حتى عمن أذوني وأساءوا إلي، واكتشفت كنزا من الحياة بعيدا عن كل ما فيها من ماديات. وكملت كلامها وقالت: تقشفت حتى هفهفت روحي، فبدت أرى ما لم أراه قبل خلوة السنتين، صمت وهدوء وسلام وأمان، وحدة صوت الموج يتضافر مع ضفته وضفتي سمعي. يا سلام. فجأة اضطرني ظرف ما للعودة إلى المدينة بصخبها وأتربتها وكل ما فيها من منغصات، لكني كنت شخصا آخرا وروحا أخرى هادئة تقابل كل ما يعكر مزاجها بصدر رحب، وأتعامل بأريحية وصبر وطول بال مع كل الظروف المستجدة الصعبة والكائنات البشرية المتغيرة للأسوأ بشكل مخيف، وأسامح وأعفو عن أخطاء يوميا وتجاوزات عديدة، وروحي تردد لذاتي لا شيء يستحق. يمكن ليه تعليق كده على الفنانة رغدة، أن هي بليغة جدا في اللغة العربية ومثقفة جدا، ويمكن كمان معروف عن الفنانة رغدة أن هي بتلقي الشعر بطلاقة بالغة. ده طبعا يرجع لقد إيه هي كان صوتها رخيم وقوي جدا وأدائها الشعري قوي جدا. فطبعا أنا بحييها على الكلمات وعلى جودتها في اللغة العربية، خصوصا لما يكون شخص مشهور وينشر سواء عبارات باللغة العربية الفصيحة أو حتى باللغة العربية العامية اللي احنا بنتكلم فيها، يمكن عشان يكونوا قدوة للجمهور ويعرفوا قد إيه مهم جدا أن احنا نختار كلماتنا عبر السوشيال ميديا، عشان في ناس طبعا بتتابعهم بشكل كبير جدا ومعجبين ليهم من كل أنحاء الدول العربية. نرجع بقى لأخبارنا ونكمل، وخبرنا دلوقتي عن المنتجة سارة الطباخ. يمكن أعلنت خلال بيان رسمي أن شركتها لسه مسؤولة عن إدارة أعمال الفنان محمد الشرنوبي، وأن العقود اللي ما بينهم لسه مستمرة وصحيحة. وأكدت سارة الطباخ في البيان، قالت أن الشركة الوكيل الحصري لكافة أعمال الفنان محمد الشرنوبي، وهذه الوكالة تشمل جميع أعماله الفنية وكافة النشاطات الفنية والدعائية والإعلامية، وتنبه الشركة على جميع النقابات الفنية التمثيلية والسينمائية والموسيقية وغرفة صناعة السينما والرقابة على المصنفات وجميع شركات الإنتاج الفني بعدم إبرام أي تعاقدات تحت أي مسمى مع الفنان محمد الشرنوبي إلا من خلال الوكيل الحصري لكافة أعماله طبقا وتنفيذا لأحكام القضاء. واختتمت البيان وقالت: تهيب الشركة بالالتزام بالحكم النهائي، علما بأن الحكم يشمل حصرية الشركة لكافة الأعمال الفنية المختلفة للفنان محمد الشرنوبي، وحال مخالفة ذلك سوف يتخذ محامي الشركة كافة الإجراءات القانونية تجاه من تسول له نفسه مخالفة أحكام القضاء والحفاظ على الشركة وحقوقها تجاه الغير. البيان ده طلع بعد أكتر من أسبوع من إعلان الفنان محمد الشرنوبي انتهاء أزمته مع المنتجة سارة الطباخ بعد نزاعات قضائية استمرت لمدة 3 سنين، واحتفل بالخطوة دي من خلال مقطع فيديو على حسابه أو حساباته الرسمية على السوشيال ميديا، وقال:
أنا بقيت حر الحمد لله بعد 3 سنين من النزاعات القضائية والإساءة لسمعتي وتعطيل عملي. حكمت المحكمة لصالحي بإنهاء عقدي مع شركة الإنتاج بحكم نهائي. مليش أي علاقة ولا أي صلة تربطني بهذه الشركة. شكرا للقضاء المصري وكل اللي وقفوا جنبي. الفنان محمد ثروت، طبعا الفنان العظيم والقدير، خضع لعملية جراحية في القلب وهو لسه متواجد حاليا في المستشفى، ده طبعا بناء على أمر الطبيب المعالج ليه. طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله. وانتهى مؤخرا محمد ثروت من تسجيل أغنية جديدة ليه بعنوان هنسيب لمين الغناء، كلمات الشاعر أحمد الملكي وألحان محمد عبية وتوزيع أحمد أمين وميكس وماستر هاني محروس وإنتاج ابنه أحمد ثروت. والمفروض أنه هيتم طرحها خلال الأيام اللي جاية بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى. بدأ من يومين تصوير أولى مشاهد مسلسل مهب الريح، وهو اسم مبدئي للعمل الفني اللي بتقوم ببطولته النجمة هند صبري وإياد نصار وماجد المصري ومن إخراج أحمد خالد موسى. المسلسل المأخوذ من المسلسل الأمريكي The Good Wolf واللي حقق نجاح كبير وقت عرضه. بتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والإثارة عن زوجة محامي الدولة السابق واللي بينهم أو اللي بيتهم في قضايا فساد، وده بيتسبب إنها تكون مسؤولة عن إعالة أسرتها وبتضطر ترجع تشتغل في مكتب محاماة. ومكون من 3 أجزاء المسلسل ده في 45 حلقة، ومن المقرر أنه يعرض على إحدى المنصات الرقمية وكل جزء يحمل 15 حلقة. المطرب علي الحجار طرح أحدث أغانيه على موقع يوتيوب، والأغنية اسمها بطلة حكايتي. هي الأغنية اللي بيتعاون فيها مع الشاعر طارق علي والملحن خالد داجر ومن توزيع محمد عبد الله. أوضح أن الفنان علي الحجار يعني بيعيش حالة من النشاط الفني، خصوصا بعد مشاركته موسم دراما رمضان 2022 من خلال غناء تتر مسلسل جزيرة غمام، ومنتظرين أغاني جديدة للفنان الكبير علي الحجار. نروح بقى للفنان الشاب ويجز، يمكن هو أحيا حفلة غنائية بموسم جدة وده على مسرح ليالينا وسط تفاعل وحضور عدد كبير من الجمهور، وده مش أول حفل ليه في المملكة العربية السعودية. آخر أغنيات ويجز كانت طبعا أغنية البخت اللي حققت حوالي 100 مليون مشاهدة في 4 شهور بس، وده مش جديد على أغانيه اللي بتحقق ملايين المشاهدات زي أغنية دورة الجاي واللي حققت 93 مليون مشاهدة في 2 سنين، وأغنية كيفي كده اللي وصلت ل 37 مليون مشاهدة. لكن الحقيقة أغنية البخت لوحدها حققت نسب عالية جدا من المشاهدة في يعني أيام قليلة جدا، وده رقم قياسي وحققت صدى واسع جدا بين الشباب تحديدا. النجم العالمي براد بيت أعلن في مقابلة جديدة مع مجلة جي كيو البريطانية أنه بيخطط لاعتزال الفن، وقال نصا كده: أنا أعتبر نفسي في مرحلتي الأخيرة وأعترف أني على وشك التقاعد بعد أكثر من 30 عام في صناعة الترفيه. إذا لم أجد ما يستحق أن أقدمه فسأبتعد بطريقة ما. وخلال الحوار اتكلم عن حاجات كتير، منها أنت بطل التدخين خلال فترة أن الناس تبطل التدخين خلال فترة انتشار فيروس كورونا في 2020، وقال في السن التي تشعر أنه لا يوجد شيئا جديدا بعد هدنة كورونا اكتشفنا الفرح من جديد. يعني يمكن خبر محزن طبعا أنه النجم العالمي براد بيت يعني يعتزل يعني العالم كله، مش بس في الوطن العربي ولكن في العالم كله طبعا بيحب براد بيت، ويمكن أفلامه يعني حققت نجاحات كبيرة جدا وحققت ملايين ومليارات طبعا من الجنيهات، ويمكن كانت أفلامه دايما بتتصدر شباك التذاكر والبوكس أوفيس في السينما وفي هوليوود تحديدا. بكون كده خلصت فقرتنا الفنية، نشوفكم إن شاء الله الحد الجاي في أخبار فنية جديدة في مصر والوطن العربي والعالم، ونشوفكم بكرة إن شاء الله في حلقة جديدة من إنبوكس. باي باي.